بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم من جديد في الملتقى العلمي العشري لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، والذي يأتي هذا العام في ضمن الكثير من التحديات تحت شعار تحسين تجربة رحلة ضيف الرحمن. بسم الله وعلى بركة الله، ننطلق معكم الآن مباشرة إلى الجلسة الثالثة من الملتقى، ومحورها حول تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الحج. يرأس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد اليوبي، رئيس جامعة الملك عبد العزيز. معالي الدكتور عبد الرحمن، الحديث إليكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة أم القرى بممثلة في أخي الدكتور معدي القحطاني على حسن ظنهم بالجامعة وجامعة الملك عبد العزيز وفي شخصي لرئاسة هذه الجلسة الهامة من هذا الملتقى الهام، وأرحب بالجميع أرحب بجميع المشاركين والذين سيقدمون أوراق العمل في هذه الجلسة، وهم العميد الدكتور بدر سعود بن محمد آل سعود، والأستاذ هشام كعكي، والأستاذ نمشان الحارثي، والدكتورة سمية شرف. لدينا 4 أوراق علمية نبدأها إن شاء الله بالورقة الأولى بعنوان التفاعل الاجتماعي ودوره في مشاركة المعرفة الضمنية لإدارة الحشود في موسم الحج للعميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود. تفضل سمو الأمير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي رئيس الجلسة، الزملاء المتحدثين في الجلسة، الزملاء حضور الجلسة، يعني نسلم عليكم في البداية ونبدأ الآن عرض الورقة. طبعا المعرفة التفاعل الاجتماعي، طبعا التاريخ الإنساني قام من البداية على فكرة التفاعل الاجتماعي، حتى فكرة النار، فكرة تكوين الأسرة كلها قائمة على التفاعل الاجتماعي وعلى شجرة المعرفة، المعرفة الضمنية التي يحملها الشخص أو الخبرة التي يحملها شخص معين وينقلها إلى شخص آخر. هي في المصطلح العلمي تعتبر أو يطلق عليها التاسيت نولج أو المعرفة الضمنية. هذه المعرفة إن لم يستفاد منها ولم يتم تناقلها، إن لم يستفاد منها ويتم تناقلها عن طريق طبعا الاجتماعات، عن طريق التفاعل الاجتماعي بأي شكل كان، ورش العمل، لن نستطيع أن نستفيد من هذه الخبرة والمعرفة. حتى الخبرة البسيطة اللي خبرة الخبرة اللي ينقلها الأب لابنه، كيف يأكل، كيف يشرب، هذه كلها معارف ضمنية موجودة عندنا احنا ننقلها إلى الأشخاص اللي لا يتمتعون بها. فبالتالي الفكرة البسيطة هذه البيسك نوليدج هي التي تحكم عملية المعرفة الضمنية، التي هذا هو المصطلح العلمي المعرفة الضمنية، لكن المقصود فيها الخبرة التي يملكها الخبير موجودة عنده لا ينقلها إلى غيره إلا عن طريق أساليب وأدوات معينة يعتمد عليها. فبالتالي احنا نحتاج إلى مجموعة من الأدوات لتمكين هذا الخبير أو تشجيع هذا الخبير على نقل المعرفة، وحتى لا تموت هذه المعرفة مع الخبير، وحتى يكون عندنا فكر تراكمي نبني عليه خططنا، نبني عليه استراتيجياتنا، نبني عليه طريقة العمل، سواء فيما يتعلق بمنظومة الحج وإدارة الحشود في الحج، أو حتى فيما يتعلق بأمورنا اليومية، أو حتى فيما يتعلق بالبرامج التنفيذية التي تقوم عليها رؤية 2030. كل شيء قائم على هذه الفكرة. هذه الفكرة يحكمها طبعا تحكمها مجموعة من الأمور. هذه الأمور يعني قائمة على أن لابد أن نضع مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها، وهذه الأهداف يتم الوصول إليها عن طريق الاستفادة من المعارف الموجودة عند الخبراء، عن طريق النولج مابينج، الاستفادة من خرائط المعرفة، تحديد مواقع الخبرة الموجودة عندي في المؤسسة أو في إدارة الحشود، من هم من يملكون الخبرة وكيف يمكنني الوصول إليهم، كيف يمكنني أخذ هذه المعرفة ونقلها لمن لا يملكونها، كيف يمكن أن
الوفاء الى عمليه مشاعه على مستوى المنظمه، سواء كانت المنظمه هذه جهاز امني او جهاز مدني معني باداره الحشود، او حتى من يقومون على اعمال التطوع وخلافه. طبعا احنا يعني كما يعلم معاليكم والزملاء المتحدثين وايضا الحضور ان عمليه يعني اداره الحشود هي اختصاص اصيل للامن العام، واحنا نمثل الامن العام في هذه الجلسه، ويسانده بقيه الاجهزه الامنيه طبعا البدنيه والعسكريه والمتطوعين، سواء كان تعظيم برنامج تعظيم البلد الحرام او حتى الكشافه والجواله وخلافه. الدراسه طال عمرك تحاول ان تتعرف، طبعا احنا موقع عينه الدراسه اللي احنا يعني تناولناها في موضوعنا طبعا كانت سابقه لجائحه كورونا، في موضوع في اشياء كثيره تلت الدراسه جاءت بعد ان عملت هذه الدراسه، كان يفترض طبعا انها تقدم في المؤتمر العام الماضي، فلذلك يعني it looks like it's not up to date، بس هي حقيقه كانت توقفت، الزمن توقف بهذه الدراسه الى ما قبل كورونا، فبالتالي انا بحاول احدثها الان وانا معكم معاليكم، ونحاول ان شاء الله يعني نغير شوي في التوصيات ونغير ايضا في الواقع، او نحاول نحيل على الواقع بما استجد في التطبيقات اللي طبعا احنا كنا نفترض انه ما عندنا تطبيقات، ما عندنا تعليم عن بعد، لا لم يكن مطبق بهذه بالطريقه اللي هو مطبق فيها الان، لا يوجد امكانيه للاستفاده من الاكسبرت سيستم لانه لا يوجد عندنا قواعد بيانات، الان اصبح عندنا تطبيق اعتمرنا، عندنا اشياء كثيره، فبالتالي تغير هذا الواقع اللي احنا نتكلم عنه في التساؤل الرئيسي، تغير هذا الواقع، انا بحيل عليه ان شاء الله في بعجاله ان شاء الله، ونحاول ان نحيل عليه في يعني ما نتجاوز الوقت المخصص لنا. طبعا التساؤل الرئيسي اللي يحكم هذه الدراسه هو واقع ممارسه العاملين في منظومه اداره الحشود، منظومه اداره الحشود تتكون من مجموعه من الجهات، جهات مدنيه وجهات عسكريه، اللي طبعا عندنا وزاره الحج والعمره، عندنا وزاره الداخليه، عندنا امن الدوله، عندنا طبعا وزاره الصحه، وعندنا الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وايضا عندنا الهيئه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، وعندنا وزاره الدفاع، وعندنا وزاره الحرس الوطني، مجموعه منظومه كبيره يعني تكاد تكون كل مؤسسات الدوله مشاركه في هذا المشروع الوطني اللي نقوم الذي ينفذ طبعا كل سنه باستثناء السنه الماضيه كان محدود التطبيق، وان شاء الله انه السنه الحاليه يطبق بشكل كامل كما كان عليها الحال ان شاء الله في السنوات ما قبل 2020. طبعا نتعرف على واقع الممارسه عليكم في منظومه ذات الحشود في موسم الحج لاسلوب التفاعل الاجتماعي للسوشيال انتراكشن للسوشياليزيشن، كيف يتم تتم عمليه النولج شيرنج فيما يتعلق بالتاسيت نولج شيرنج فيما بين العاملين، فيما بين الاداره العليا والاداره التشغيليه، او مثلا فيما بين القيادات العليا والقيادات التشغيليه، وش هي التحديات التي تواجهها القياده التشغيليه في الوصول الى الاستراتيجيات العليا التي تسعى القياده العليا لتحقيقها، احيانا يكون في قنوات غير معروفه، قنوات طبعا يعني قنوات مقطوعه ما بين من يضع الاستراتيجيه ومن ينفذها، من هو في الاداره العليا ومن من 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 هو في الإدارة التنفيذية، فبالتالي لابد احنا من خلال التفاعل الاجتماعي، من خلال السوشياليزيشن، من خلال السوشيال انتراكشن، عن طريق الأدوات المعروفة لهذا التفاعل الاجتماعي، ورش عمل، اجتماعات، ندوات، طبعا هذه الآن احنا كنا نتكلم في الوقت السابق او في الدراسة هذه عن التواصل المباشر، الآن أصبح عندنا التواصل عن بعد، فأصبحت العملية أكثر سهولة، وأصبح بإمكاننا أن نصل لأعداد كبيرة بالآلاف ونقدم لهم المعلومة، الآن الأمور اختلفت، فأصبح التحدي هذا التحدي يعني بالامكان تحييده في الوقت الحالي وبالامكان استثمار الموجود لتفعيله. طبعا بعد ان نتعرف على التحديات معاليكم يعني بعد ان تعرفنا على التحديات وضعنا المقترحات التي يجب ان تعمل عليها منظومه اداره الحشود حتى تفعل عمليه التفاعل الاجتماعي لنقل المعرفه الضمنيه فيما بين العاملين في اداره الحشود. طبعا الدراسه عملت على قيادات تنفيذيه وقيادات تشغيليه، وعملت على مدنيين وعسكريين ومتطوعين، يعني عملت على الجهات المدنيه لوزاره الحج والرئاسه والادارات الشبيهه او الصحه، وايضا عملت على الجهات العسكريين هم امن الدوله، وزاره الداخليه، الجهات التي تعمل على اداره الحشود في موسم الحج في المشاعر وفي المسجد الحرام، وايضا عملت على المتطوعين برنامج تعظيم البلد الحرام، وايضا الجواله والكشافه. في محور الواقع ممارسه التفاعل الاجتماعي ومشاركه الفعاليات الضمنيه، يعني كان من ضمن الاشياء لو ترجع للسلايد اللي قبله، لو تفرد السلايد اللي قبله الله يرضى عليك،
سلايد رقم أربعة، سلايد رقم أربعة، نعم. في محور واقع ممارسة سلوك التباعد الاجتماعي كان يعني كانت النسبة تقريبا من إلى 71% رأت أنه من الضروري طبعا، وهذا حق مشروع، أنه يتم تفعيل ورش العمل والمؤتمرات والندوات مثل هذا الملتقى طبعا في عملية التفاعل، بس يعمل على في إطار يعني يكون في إطار البيئة الداخلية لمنظومة إدارة الحشود، أو حتى نعمل على البيئة الداخلية نشتغل عليها تمام إذا أردنا أن نفكر بطريقة استراتيجية، ونعمل على البيئة الداخلية والخارجية معا. فنسبة كبيرة من المبحوثين رأوا أنه ورش العمل المؤتمرات والندوات مهمة جدا لنقل المعرفة الضمنية من الخبير، من عقل الخبير إلى عقول الأشخاص اللي يحاولوا أنهم يستفيدوا من هذه الخبرة طبعا. وجاء هذا طبعا مقدم على الاستفادة من التجارب السابقة. دائما احنا عندنا الجهات اللي تعمل على موسم الحج، بعد كل موسم حج تضع لستة من الملاحظات اللي كان رصدت في هذا الحج، انه والله لاحظنا كذا ولاحظنا كذا ولاحظنا كذا، فبنعمل على تلافي هذه المشكلات في المستقبل. هذه التجارب السابقة لا تصل الى العاملين في الميدان، يعني هذه التجارب السابقة حقيقة لا تصل الى العاملين في الميدان، فلا بد يعني ان نوصلها يعني عن طريق الخبير، لانك الخبير لا يستطيع ان يصل الى الطريقه التي يفكر فيها القائد الاستراتيجي البعيد تماما عن الميدان، او حتى القائد التنفيذي القريب من الميدان، ولكنه ما يستطيع انه يجي عند كل واحد يدير عمليه اداره حشود مثلا في باب صغير على مدخل في محور، ان يقول والله هذه الطريقه المثلى لاداره هذا بناء على معرفتي وتجربتي وخبرتي. وايضا من ضمن الامور اللي بنتطرق لها في التوصيات اللي هي الخبره، وكيف يمكن نقل الخبره والتعامل معها كعهده. طبعا المهام والمسؤوليات ومناطق العمل كانت في مرتبة متأخرة، وطريقة التجربة والخطأ إذا كان مهم. الأهم بالنسبة ل 70% من المبحوثين أن يتم تفعيل العروض ورش العمل والمؤتمرات والندوات في عملية التفعيل الاجتماعي للتفاعل الاجتماعي عفوا، للاستفادة مما في عقل الخبير ونقله لعقول الأشخاص العاملين على منظومة، سواء كان إحلال جديد أو كانوا حتى خبراء قدامى، بس تنقل الخبرة للخبير الأقدم إلى من هم أقل منه خبرة، وإلى حديثي الخبرة أو من ليست لديهم خبرة. سلايد خمسة. طيب التحديات التي تواجه العاملين عند استخدام سوق التفاعل الاجتماعي في مشاركة المعرفة. طبعا 86% من الآراء، وهذه نقطة جدا مهمة، رأوا أنهم يعني من التحديات التي تواجههم أنهم ما يعرفون المشاعر، ما عندهم إلمام كافي بالمواقع المختلفة في المشاعر، وأن هذا طبعا ما يمكنهم حتى وان كان الخبير موجود في مكان ما. مثلا في قاعده يعملون عليها كثير من الجهات العامله في اداره الحشود، انه والله انا اضع لي واحد عنده خبره في هذا المكان مع شخص اخر حديث خبره او ليس او عديم خبره عشان يتعلم منه. طيب قد يكون هنا هذا الشخص مسؤول عن منطقه ما في المشاعر، الشخص حديث الخبره او الذي ليست لديه خبره ما يعرف حتى كيف يصل الى هذا الخبير حتى ياخذ منه المعلومه. إذا من هم مسؤولين عن المواقع ما يعرف طبيعة الموقع، ما يعرف التحديات اللي موجودة في الموقع، ما يعرف حتى كثافة الحدود اللي ممكن تكون موجودة في الموقع، ما يعرف البيسكس اللي متعلقة بمعادلات التدفق، ومتى يكون متى تكون مثلا الكثافة حرجة، ومتى تكون الكثافة يعني عادية، متى يكون مستوى الخدمة ألف متى أي، ومتى يكون مستوى الخدمة بي وسي ودي وإي وإف وهكذا. فهذه النولج البيسك نولج المتعلقة بإدارة الحشود هذه يفتقر إليها التنفيذيين العاملين في إدارة الحشود في الميدان، فبالتالي ولا يستطيع القائد الميداني أو القائد الذي يكون من هو مسؤول عن منطقة معينة أنه يوصل هذه الخبرة، لأنه ما أستطيع أنا عندي 1000 أو 2000 أو حتى 5000 في منطقة معينة وأنا مشرف عليهم، ما أستطيع أن أمسك كل واحد وأقول له سوي كذا. فبالتالي من غير المنطقي ومن غير العملي ومن غير المعقول أني أنا أجيب مثلا شخص عديم خبرة أو شخص قليل خبرة وأخليه مع خبير وهذا وأقول له والله خلاص أتعلم منه، ما ينفع الكلام هذا. هذه الطريقة التقليدية الكلاسيكية في نقل المعرفة كانت ممكنة في الأعداد القليلة، الآن الوضع تغير، الآن أصبحت القوات بعشرات الآلاف أحيانا تصل إلى 100 وأكثر ألف بأفراد وضباط، فلا يمكن أني أنا أنقل خبرة من شخص إلى 1000 أو 2000 شخص في وقت محدود، هذه صعبه. الان عندنا طبعا في المحور هذا عالجناه في الوسائل الالكترونيه اللي اصبحت مع كورونا، وبنناقشها الان في التوسيعات. طبعا المقترحات ارجع لي الله يرضى عليك، ارجع لي على 50 في المقترحات 63 يعني 91% من المبحوثين رأوا أنه أيضاً أكدوا على فكرة أنه لابد من أن يكون هناك يعني تفاعل واجتماع بالمسؤولين وأصحاب الخبرة
في لمشاركة المعرفة الضمنية معهم. لا بد أن يكون هناك قنوات مفتوحة ما بين من يملك الخبرة ومن يصنع القرار الاستراتيجي لإدارة الحشود في موسم الحج ومن هم أقل منه. يعني لا بد أن يكون التواصل حتى من القمة إلى القاعدة بقنوات مفتوحة. لا يجب أن يكون هناك تراتبية في نقل المعرفة من مستوى إلى مستوى. من عمليات من يعني من الوسائل المهمة لنجاح عملية نقل المعرفة الضمنية أن يكون الوصول إليها لا تكون هناك معليك يمكن يعرف النقطة هذه، لا تكون هناك معوقات في الوصول إليها. نستطيع أن من خلال الأكسبرت سيستم أو من خلال الأنظمة الخبيرة، الأنظمة الذكية، الآن عندنا لغة الآلة وعندنا الكمبيوتر الذي يفكر بعقل الخبير ويستطيع أن يتعامل مع كم هاي المعلومات تخزن فيه ويصبح خبير أمامك، تعطيه سؤال ويجاوب عليك. فهذه من ضمن الأشياء اللي ممكن أن نعمل عليها في المستقبل. التوصيات انتقل مباشرة. نعم طبعا معاليكم، التوصيات طبعا وجدنا أنه لابد من الاهتمام بالعروض ورش العمل والمؤتمرات والندوات من قبل المسؤولين أصحاب الخبرة في منظومة إدارة الحشود قبل الحج وأثناء الحج، أثناء عملية إدارة الحشود في الحج، وأيضا بعد موسم الحج، ليس من خلال الدروس المستفادة ولكن من خلال ورش العمل، من خلال المقابلات، من خلال الندوات، من خلال الاجتماعات، ليس من خلال الدروس المستفاده، لانه كثير من الدروس المستفاده تحفظ بالورق ويعمل معها مثل ما عمل مع الخطط الخمسيه التي وضعها المخطط التقليدي ولم يضع لها نسبه انجاز ولم يضع لها فتره زمنيه محدده بناء يستطيع انه يقيس. يعني انا مثلا معاليكم الان لو نظرنا الى مثلا خطه العمره، الان كان مقرر الى انه العمره تكون في 2030 يكون عدد المعتمرين 30,000 معتمر. طبعا بسبب جائحة كورونا وحسب التصريحات الأخيرة الآن هذا قرار استراتيجي، قرار استراتيجي يمكن قياسه على نسبة إنجاز. طيب أنا مثلا بعد 5 سنوات حققت 25% الآن، لا ثمانية باقي شوي، حققت 25% من هذا الإنجاز تمام في 5 سنوات، وأنا عندي التارجت حقي مثلا 10 سنوات. إذا حققت نسبة إنجاز 25% في 5 سنوات معناته أني أنا أحتاج إلى 20 سنة حتى أحقق الإنجاز هذا. يعني الجميل في قياس نسبة الإنجاز معاليكم أنها تحدد لي أنا وين وهل أنا فعلا ماشي في التراك الصحيح لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. إذا مثلا كانت الخطة الاستراتيجية على 10 سنوات وصلت إلى 5 سنوات وأنا لم أحقق إلى 25% معناته أني أنا أحتاج إلى 20 سنة حتى أحقق التارجت او الهدف الاستراتيجي اللي انا اسعى لتحقيقه. 10 سنوات ما تكفي لانه خلاص الخبره المعطى اللي عندي يعطيني هذه الحقيقه. فبالتالي الان مثل ما يعرف معاليكم انه خلاص تمت احاله هذا الرقم ال 30 مليون معتمر احيل الى سنه 2032 على اعتبار الجائحه، وهذه يعني منعت من ان يستطيع ان اصل من ال 9 مليون اللي كانت موجوده في السابق الى ال 30 مليون اللي كان متوقع انها تكون في 2030 بسبب ظرف طارئ يعني خارج عن 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 سيطرة المفكر الاستراتيجي أو من وضع الخطة الاستراتيجية التنفيذية فيما يتعلق بزيادة أعداد المعتمرين، مثل بقية الخطط الأخرى المتعلقة بالسياحة بالرياضة إلى آخره. يعني الموضوع طويل وممتد. طبعا لابد أن نفتح قنوات مباشرة التفاعل الاجتماعي بين القيادات الإشرافية والقيادات التنفيذية في الميدان. الآن تجربتنا معاليكم هذا اللي بحيل عليه. يعني القيادات الإشرافية كنت أفكر أنا بطريقة كلاسيكية تقليدية، وعلى اعتبار انه احنا ما عندنا انفراستراكشر، لا يوجد عندنا انفراستراكشر لنقل المعرفه الضمنيه الكترونيا وعن بعد. يعني لازم الواحد يجي لمكان محدد ويجتمع مع هذا الخبير ويستفيد من هذه الخبره. وكانت رؤيتنا ان يكون هناك انظمه الكترونيه، الان اصبحت الانظمه موجوده، الان صار عندي تواصل، انا استطيع ان اتواصل معك، يمكن معاليكم تكون موجوده الان، ما ادري انا وينك، يمكن تكون في امريكا ما اعرف. فبالتالي المكان الجغرافي أو العوائق الجغرافية لم تعد مشكلة. فمن خلال الآن التجربة أنا أستطيع أني أبني على التجربة اللي موجودة عندي، تجربة الاتصال الإلكتروني وعقد الندوات والاجتماعات والمؤتمرات عن بعد، في أني أنا أستفيد من الخبير أيا كان موقع هذا الخبير، سواء كان في أمريكا أو في بريطانيا أو في 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 أستراليا أيا كان، أو في اليابان أو في سنغافورة. سنغافورة لها تجربة رائدة جدا، وماليزيا بالذات في إدارة الحشود، وعندهم يعني مع أنهم يعني بعيدين لكن عندهم تجربة يستفاد منها، وكثير من يعملوا في مجال إدارة الحشود بالذات الأكاديمية المتخصصين استفادوا من هذه التجربة وبنوا عليها أشياء كثيرة. طبعا احنا نستطيع طال عمرك انه احنا نستفيد
من ما وفرته التقنية، البنية التحتية التي جاءت بشكل سريع بسبب جائحة كورونا وعدم القدرة على التواصل المباشر، هذه بالإمكان توظيفها واستخدامها في عملية نقل المعرفة الضمنية ما بين القيادات الإشرافية أو أصحاب الخبرات أو الإكسبرتس والإحلال الجديد أو الإحلال اللي يتمتع بخبرة متوسطة. أيضا لابد أن الشخص اللي يعمل في إدارة الحشود والمسميات لابد أن أنا أعطيه معلومات كافية ووافيه فيما يتعلق بمنطقه عمله، انا ما ينفع ارميه في مكان واقول له يلا دبر عمرك، وهذه يمكن ما عليكم وقفت عليها انت بنفسك، لاحظت انه في كثير من الناس يعملون في اماكن ما يعرف، تجي تقول له فين اروح؟ وين اروح المكان الفلاني؟ مو عارف، يقول ما لا يستطيع ان يرشدك الى المكان اللي انت تروح له، فكيف يستطيع ان يدير الحشود؟ اكيد انه ما يعرف طبيعه الحشود اللي بتكون موجوده في المكان، اكيد انه ما يعرف كيف يحول هذه الحشود ويتعامل معها، كيف تجي كثافات، يعني كثير من الاخطاء التي وقعت فيها منظومه الحشود، منظومه اداره الحشود في السنوات الماضيه وفي احداث معينه كان سببها الرئيسي والاساسي، والعاملين في اداره الحشود يعرفون هذا الكلام، كان سببها الرئيسي والاساسي هو عدم وجود خبره للمعني باداره الحشود في الموقع هذا عن كيفيه اداره هذه الحشود، او انه تمت عمليه احلال بدون ان يستفاد من خبره شخص كان موجود في هذا المكان. فجاء الشخص جديد وما يستطاع، ما عرف التكنيك اللي يتبع، طبعا هي خبره، يعني هي خبره يعني تنتقل من شخص الى شخص، هذه الخبره احنا في المجتمعات العربيه دائما افكارنا تقوم على انه لا نعمل بفكر مؤسسي، لا نعمل باهداف استراتيجيه، ليس كلنا، الان وضع المملكه اختلف تقريبا من 2014 الى الان اختلفنا، طبعا صار هناك رؤيه، صار هناك برامج تنفيذيه، هناك مسار لانجاز الاعمال، هناك مراقبه على هذا الانجاز، هناك رقابة مالية، هناك رقابة إدارية، هناك يعني متابعة مستمرة، فبالتالي الأمور اللي كانت موجودة في السابق ليست موجودة الآن. أنا عندي أهداف استراتيجية، عارف بالضبط أنا وين فيه وما هو الهدف اللي أنا أحاول تحقيقه في المستقبل، هذا يفترض أن يكون هو الديدن وهو القاعدة اللي نبني عليها في عملية إدارة الحشود في منظومة إدارة الحشود في موسم الحج. طبعا الأساليب الحديثة الخصوصية، موسم الحج يختلف، احنا نختلف عن غيرنا، من يجيك واحد يقول لك والله طيب في إدارة حشود في دول أخرى عندها مواسم دينية وكذا، لا يختلف، احنا مناسكنا تؤدى في وقت واحد في زمن في وقت واحد في 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 بأعداد معينة، تؤدي نسك معين في وقت واحد، هذا يختلف. النسك الأخرى لا، ما لها نفس التراتبية ولا لها نفس التنظيم اللي في موسم الحج. ثم أمير بدر، الوقت انتهى تقريبا، لو تحاول بس دقيقة بس دقيقة سمي الطلب. إذا احنا بقى، أنا أنتقل الآن مباشرة إلى النقطة الأخيرة في التوصية طال عمرك، اللي هي لابد أن نعمل، أو لابد أن 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 يضع من يعملون في منظومة إدارة الحشود المصري للحج في بالهم أنه 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 يعني تأسيس وضع استراتيجية لاستثمار المعرفة الضمنية عند العاملين في منظومة إدارة الحشود المصري للحج بما يحقق تحديث وتطوير الاجراءات والخطط الكفيله بضمان افضل الممارسات. طبعا هذه كيف تتم؟ هذه تتم عن طريق التقارير اللي يسجل فيها الخبير خبرته والتطبيقات اللي عمل عليها في اداره الحشود. هذا الخبير اما ان يكون قائد ميداني او يكون استشاري يعمل في مجال الحشود، ويتم تهيئه ارشيف الكتروني او اكسبرت سيستم تخزن فيه هذه المعارف وتجمع طبعا، ومن ثم يتم تحويل هذه المعرفة الضمنية إلى معرفة تنظيمية أو معرفة صريحة مدونة يمكن أن يعود إليها العاملين ويصلون إليها بشكل مباشر. أيضا أصحاب المشاركات المتكررة موسم الحج يفترض أنه يتم التعامل مع خبرتهم مع المعرفة الضمنية الموجودة لديهم كعهدة، لا 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 يترك العمل، ما يترك العمل حتى يسلم هذه العهدة، يعني بنفس منطقة زي ما تسلم سلاحك، زي ما تسلم مكتبك، زي ما تسلم الأشياء اللي أنت استلمتها لما باشرت عملك، أيضا تسلم عقلك، تسلم معلوماتك اللي موجودة، خبرتك لازم تسلمها، ولا بد أن هذا يكون منصوص عليه في الأنظمة الخاصة بالتقاعد في الأجهزة المدنية والعسكرية، أنه تسلم الخبرة كعهدة من الشخص اللي يغادر إلى الشخص اللي يأتي مكانه، لا يبدأ الشخص من الصفر. ولا بد أيضا طال عمرك، هذه مفقودة عندنا، أن تؤسس جماعات مهنية تعمل على إطار محلي الآن وممكن أن تتوسع إقليميا ودوليا، هذه ليست موجودة ترى، جماعات مهنية فيما يتعلق بإدارة الحشود بشكل عام، سواء كانت إدارة حشود حج أو إدارة حشود رياضية أو إدارة حشود في مطارات أو إدارة حشود في مناسبات سياحية إلى آخره، لابد أن يكون هناك مجموعة مهنية يتبادلون الخبرات والتجارب تمام للارتقاء بالأعمال اللي يقومون فيها طبعا. وإحنا في مجال دراستنا
يهمنا ان نطوع الخبرات اللي موجوده عند الاخرين، ادارتهم الحشود المواسم الرياضيه الترفيه وكذا، نطوعها ونحاول ان نو 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 نستفيد منها في اداره حشود الموسم الحالي. هذا فيما يتعلق بالتوصيات والورقه العلميه معاليكم، وانا اشكر لك سعه صدرك، واعتذر حقيقه عن الوقت اني اخذت يعني شوي كان الوقت زائد، فشكرا جزيلا معاليكم، شكرا جزيلا للمتحدثين على صبرهم، انا الظاهر اني اخذت من وقت واحد منهم، وشكرا جزيلا على الحضور لاستماعهم لهذه المحاضره، والكلام كثير لكن الوقت قصير، شكرا معاليكم. شكرا سمو القدر على هذه الورقة العلمية الرصينة وفي موضوع هام وهو إدارة الحشود، وبإذن الله تعالى يؤخذ بهذه التوصيات الهامة التي ذكرها سموكم إن شاء الله.